السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعبير كتابي إصدار الحكم. كن جميلا ترى الوجود جميلا. إذا بسرعة، إصدار حكم واحد الدرياس فتعبير كتابي، وهذا إذا النص فيه واحد، فيه تقديم القضية ثم الحجة والحجة الثانية وحجة الثالثة ثم إصدار حكم. هنا عما يتحدث النص هيو هو هذا، هو واضح، هو عندنا فريق جدول الأجوبة. ما الحجة الأولى وعما يتحدث النص؟ يتحدث عن حاجة المتعلمين والمتعلمات إلى تعلم الموسيقى. ما الحجة الأولى؟ هذه الحجة الأولى هي التي برهن بها الكاتب عن أهمية الموسيقى ومكانتها، هي هذه، هي هذه. قال الموسيقى فن رائع يهذب النفس. والحجة الثانية، الموسيقى فن يرقي الإنسان إلى مدارج الفضاء، يعني من الجدول. أين تكمن الحجة الثانية؟ هي ما مضمون الحجة الثالثة؟ إذا الحجة الثانية، مارس الناس الموسيقى منذ أقدم العصور لأنها ضرورية لرقي المجتمع، هذه الحجة الثانية. الحجة الثالثة هي هذه، قال لك الموسيقى تترجم أحاسيس الفرد أو الأفراد، هي مصدر ثراء كبير للناس. إصدار الحكم، الموسيقى إذن تساعد الأطفال في بناء شخصيتهم، لذلك شنو هذا هو الحكم. وهذا إذا الحكم هو النتيجة اللي توصلت لها في الأخر، يعني كدير الحجة والحجة الثانية وتقدر دير الحجة الثالثة، وفي الأخير شنو النتيجة اللي توصلت لها باش تأخذ واحد القرار واحد الحكم وتقول لنا إذن الموسيقى تساعد الأطفال في بناء شخصياتهم لذلك لابد من تعلمها. إذن نمشي أتدرب وأطبق. هنا عطاونا هذا سهل مهم، قال لك أوضح مهارة إصدار الحكم في جمل حول موضوع الخزف. أضع كلمة آتية في مكانها، أنها جزء من ثقافتنا وأصالتنا. إن صناعة الخزف أو نمشي المهمية تختزن رموزا فنية عميقة. كان الخزف ولا يزال من أهم الصناعات والفنون. هذو هما الأجوبة ببساطة. قال لك دابا وظفوا مهارة إصدار الحكم بإدارة هذيك الجملة اللي صوبنا دابا في مكانها لبناء الفقرة، نديرو لها بحال هكا. كان الخزف ولا يزال من أهم الصناعات والفنون التي مارسها الإنسان منذ أقدم العصور، والمغاربة من أكثر الشعوب ارتباطا بهذه الصناعة التي تحمل في عمقها رموزا فنية رائعة. ومن الأدلة التي توجب علينا الاعتناء بهذه الصناعة أنها جزء من ثقافتنا وأصالتنا المغربيتين. كما تنطوي صناعة الخزف بالإضافة إلى ما تقدمه إلى الطبخ المغربي من أواني صحية على أشكال فنية في غاية الجمال والإتقان بألوانها الزاهية. ثم إن صناعة الخزف تختزن رموزا فنية عميقة تعبر عن أحاسيس وتطلعات الإنسان المغربي. لهذا كله وجبت المحافظة على الإرث أو على هذا الإرث الفني الزاخر بالرموز والدلالات. ممالك نكون سالينا هذا الشطر الأول من هذا التمارين والأسئلة. ندوزو المطلوب. عطاونا قالك اكتب نصا نبين فيه فضاء الميديا في عصر الاجهزه الالكترونيه واخرج باصدار حكم. دابا ها هما عاطينا كل شيء، قالك دير لنا القضيه واعطيك الجمله، قالك دير علامه استفهام، ها هما عاطينك جمله استفهاميه، الحجه الاولى الحجه الثانيه، ها اصدار حكم. احنا غنقولوا اش درنا بحال هكا، قلنا الميديا وسيله من وسائل الاتصال العديده التي ساعدت وتساعد الإنسان على تثقيف نفسه وتنمية وعيه المعرفي. فهل ما زال الميديا يحتفظ بمكانته أمام وسائل الاتصال الحديثة؟ إذن هذه هي القضية. نمشيو دابا الميديا، الطرف الأول حجج. إذن يرى البعض أن الميديا قد فقد أهميته مع انتشار وسائل الاتصال الأخرى الحديثة، ولم يعد قادرا على مسايرة العصر، وغير قادر على منافسة الأجهزة الحديثة. هذا هذه الحجة ديال الطرف الأول. ندوزو الحجة ديال الطرف الثاني، في حين ما زال آخرون يعتبرون الميديا صديقا، أنا غادي نصوبها نقولو صديقا وأنيسا للإنسان ويسهل الانتقال به.
ويسهل الانتقال به، وأن إدماجه بشكل حديث في الأجهزة العصرية أصبح ممكنا. وختاما فإن الميلاد الخاتمة أو ماشي خاتمة دا إصدار الحكم. وختاما فإن للمذياع سحر وجاذبية خاصة، فما زال يحتفظ بمكانته وقيمته رغم ثورة الفضائيات. نجد المحطات الإذاعية المسموعة ما لا نجد المحطات الإذاعية المسموعة في تزايد مستمر. وغنمسحو هذيك أنيسا وصديقا. يلا، إذن هذا هو النص، أو هذا هو التعبير أو الإنجاز اللي درنا. دير واحد مراجعة المحاور وتتمم الإنجاز، تصحح الإنجاز والعرض ديالو، وتشوف واش درتي شي أخطاء في الكتابة. حفظتيه وكتبتيه كيولي ديالك، لا مشيتي غير نقلتيه وقالت الأستاذ كتب وعطيني جبتي الدفتر وبديتي نقل فيه، فأنت فقط كتنقل صافي ما فاهمش. إذا خصك تحفظو حفظو، ومن قالك الأستاذ كتب كتبو من راسك، ديك الساعة كيولي ديالك، كيولي ملك ديالك. يلا، إذا أش نقولو دابا؟ بقات واحد الحاجة مهمة دائما كنقولوها ياك، كنقولو صلوا على رسول الله.